تكون انتدابات. كان هذا مركز تصحيحي، راهو تصحيح يعني كانت عندك اخطاء او كانت عندك مراكز اللي حابين تصححها وباش تعمل فيها التصحيح. اللاعبين نشكروا اللاعبين اللي كانوا معنا، كانوا متواظبين في التمارين وكانوا، لكن هذا الاختيار تختار يعني تقصي شوازير سي اليميني. هذا كل واحد ياخذ مسؤوليته. انا ما عندي لا ناقه ولا جمل في الشيء هذا، راهو ماني مدرب سمسار قال باش نجيب اللاعبين ندي فيهم الفلوس. ماني هكذا. انا تهمني مصلحتي، مصلحه الفريق ديالي، مصلحه البلاد اللي نخدم فيها. مادامني هنا في طنجة، احنا ولاد طنجة وحنا اللي ندافعوا على الكولر تاع طنجة. مادامنا ساكنين هنا ومادامنا الناس دايره فينا ثقه ومادامنا كل الجمهور تاع طنجة عامل فينا ثقه. كاين بين ثلاثة وأربعة لاعبين رانا باتصال مع بعض اللاعبين، ما نقدرش نذكر لك الاسماء ديالهم دابا.